لن ينسانا الله، سيؤتينا من الغيب أحلى، فينسينا ما قاسينا. لن ينسانا الله، لن ينسانا الله، وسيغنينا به عن سواه، فلا نطلب الله إياه. لن ينسانا الله. السلام عليكم البنات، واش راكم؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير. الزول في اللون ايستما، ان شاء الله فيديو لينا اليوم يلقيكم بصحه جيده ان شاء الله حبيباتي. قبل ما نبداو لا فيديو ان شاء الله ديروا لي لايك ولا حبيتوا ان شاء الله حبيباتي، هكذا باش يطلع معنا الفيديو والبارطاج بيان سور مع الاحباب والاصدقاء باش تعوم الفائده ان شاء الله. فيديو لينا اليوم حبيباتي راح نشارك معكم واحد الوصفه تاع لي سوفلي بزاف بزاف بنينه، بحشوه بزاف بنينه، يا يعني قد ما هي بنينه، يعني قد ما ولادي ما خلونيش كامل نصور، يعني غير نطيب سنيوه ياكلوها على هذه، ما خلونيش نصور اللقطه الاخيره تاع لي سوفلي. بصح طبرت راسي وصورت لكم، ما تخافوش حبيباتي، يعني راح تشوفوا النتيجه في اخر الفيديو. رايحه نشارك معكم يعني الطوابع الجديده اللي دخلت يعني في هاد 2022، يعني دخلوا طوابع بزاف شابين تاع لي سوفلي وشريتهم وشاركتهم معكم ان شاء الله في هاد الفيديو. اول شيء رايحه نديروا مع بعض يعني العجينه. انا العجينه هذه دائما نعتمد عليها سواء لجميع المملحات، يعني دائما ندير بها البيتزا، دائما ندير بها لي سوفلي، يعني هاد العجينه اللي دائما نعتمد عليها ناجحه 100%. وكاين بزاف مشتركات اللي دائما يجربوها وينجحوا فيها، وان شاء الله توما اللي مازال ما جربتش هاد العجينه رايحه تجربوها ان شاء الله وتردوا لي بالخبر في التعليقات. اول شيء حبيباتي خديت البيترا ديالي، وانتوما ولا ما عندكمش البيترا ديروه باليد عادي، يعني ماشي شرط. انا كنت عندي بزاف شغل في هذا اليوم، على هذه درت العجينه في البيترا. هنا درت بول تاع حليب دافي، ودرت مغرفه ونص تاع الخميره، خميرة الخبز، ومغرفة تاع السكر. يعني هاد العجينة كما قلت لكم سبق ودرتها ديجا معكم في القناة، وكاين بزاف اللي جربوها، ان شاء الله نتوما تاني راح تجربوها. هنا عندي السانوج، عندي خليط هكذا بين السانوج والبسباس وحبة الحلاوة، زدتهم هنا في العجينة، يعني هذه كطريقة جديدة زدتهم هكذا مع العجينة، تعطي لكم واحد البنة خيالية بزاف بزاف بنينة. من بعد راح نخلط بالفوية عادي كما راكم تشوفوا، ونغطي على الخليط هذا ونخليه يختمر، يعني يختمر مدة 10 دقائق هكذاك حتى يعني تتفاعل هذيك الخميرة الخبز. فوالا هكذا يعني نغطيوها بالطرشونة ونخليها تختمر كما قلت لكم 10 دقائق. من بعد كي تختمر البنات هذيك الخميرة ريحة نزيدو لها بول تاع الفرينة الاول، يعني لازم ناخدو زوج كيلات فرينة. انا خديت الاول، هنا ريحة نصفيه كما راكم تشوفوا، دايما الفرينة البنات نصفيوها سواء في الحلويات ولا في المملحات هكذا باش تجيكم يعني الحلوة ديالكم خفيفة ولا المملحات تاعكم خفيفة. ونزيدو مغرفة صغيرة تاع الملح، ونزيدو 3 مغارف حتى 4 مغارف تاع زيت الزيتون، ولا حبيتو ديروا الزبده ديروا الزبده عادي، يعني ما كانش مشكل. نحطو البيترا ديالنا يتخلط كما راكم تشوفوا، نخلطو البول الاول تاع الفرينه قبل، من بعد رايحه نزيد البول الثاني. فوالا يعني الكيله اللي كيلتو بها في الاول رايحه تكملوا كامل المقادير بنفس الكيله، درتو كاس تكملوا بالكاس، درتو بول تكملوا بالبول، يعني كيف كيف. من بعد نزيد البول الثاني كما راكم تشوفوا، نغربلو ثاني هذاك البول بهذه الطريقه، ونعاود نخلط البيترا ديالي، وتتحصلوا على عجينه طريه، يعني ما رايحاش تتلاصق في اليد، تجيكم هكذا طريه، يعني نعجنوها حوالي 7 دقائق وحتى 10 دقائق. من بعد نخليو العجينه تاعنا تختمر كما راكم تشوفوا، يعني نغطيوها ونخلوها تختمر مليح. شوفوا القوام تاع العجينه كيفاش يجيني. من بعد رايحه نمروا للحشو. الحشو البنات رايحه نديروا يعني نص صدر دجاج، ولا حبيتوا تعوضوا الدجاج باللحم كيف كيف، يعني ما كانش مشكل. هنا درت نص صدر دجاج، قطعته قطع صغيره دي كوب هكذا صغار، نحط كميه تاع زيت الزيتون في المقله نخليها تسخن مليح،
من بعد نحط الدجاج ديالي يتقلى شويه، ما بين الدجاج تاعي يتقلى ريحه نحط حبه بصل مفرومه مع زوج فصوص تاع الثوم، يعني ريحتهم هكذا في الروبو، ونقليوهم مع بعض. ما بين هذا الدجاج والبصل والثوم يتقلاو ريحه نقطع الفلفل، نسحقوا الفلفل اللي عندكم البنات، تقدروا ديروا الاخضر يعني وحده، كما تقدروا تخلطوا بين الاخضر والبرتقالي هذا والاحمر يعني اللي يتباعوا في المحلات، فوالا وانتم لكم الاختيار. يعني الذوق تاع الفلفل البنات يعطي لكم واحد البنه بزاف بنينه مع الدجاج، يعني يعطي لكم يعني بزاف بنين. هنا قطعت يعني هكذا مكعبات هذاك الفلفل، يعني خديت انا كان متوفر عندي هذا البرتقالي وعندي هذاك الخضر اللي دائما نشروه، وقطعتهم هكذا قطع صغيره، ونسحقوا ثاني الفرماج غابي، ونسحقوا الزيتون مقطع هكذا دي غوندال هكذا الحشو تاعنا بهذه الطريقه. من بعد هنا كي قطعت هذاك الفلفل الدجاج ديالي بدا يتقلى مع البصل والثوم، فوالا من بعد ريحه نزيدوا هذاك الفلفل هكذا، نبداو نقليو فيه بغير بشويه حتى يتقلى هذا الحشو. يعني هذا الحشو بزاف بنين، كما قلت لكم البنات تقدروا تعوضوه باللحم، يعني اللحم المفروم ولا اللحم دي مغسو هكذا تقطعوهم دي كوب ثاني كما حبيتو. من بعد نزيدوا الملح البنات، ونزيدوا فلفل الكحل، ونزيدوا التوابل تاع الشاورما، ونزيدوا شويه غوماغا اللي هو اكليل الجبل، ونزيد شويه كركم، ونخلط كلش مع بعض كما راكم تشوفوا كلش راح يتقلى مع بعض. ما نزيدوش الماء البنات، يعني نغطيو المقله تاعنا ونخليه يطيب على نار قليله، يعني ما نزيدو حتى قطره تاع الماء لانه الدجاج راح يطلق الماء والفلفل تاني راح يطلق الماء. وزدت هنا كميه تاع يعني الزيتون، يعني كمشه هكذا تاع الزيتون بعد ما نحيت له الملوحه ديالو. بالنسبه لليمون البنات، ليمون اللي شريت يعني هادو ليمون اللي خرجوا جدد، هادو لي غوز، يعني هادو البيوضة كانوا خرجوا ديجا العام اللي فات من اللور العام اللي فات، بصح العام هذا خرجوا هادو كما راكم تشوفوا اشكال وانواع، شريت على شكل قلب وشريت على شكل ورده، يعني يجيكم ما شاء الله بزاف شابين وهيلين لي سوفلي. يعني هادو شريتهم 23000 للزوج، وهذوك البيوضة يعني شريتهم 15000 للزوج، يعني واحد يجيكم هكذا في باكي، يجيكم واحد كبير واحد صغير. هذا الموديل البنات يعني قديم شويه، ماشي كيما هذوك لي غوز، هذوك لي غوز اللي خرجوا هذا العام 2022، وكاين اشكال وانواع ثاني ما لقيتهمش برك ما شريتهمش، يعني كاين اشكال وانواع كيما هذو، وان شاء الله راح نجربهم معكم في هذا الفيديو ان شاء الله حبيباتي. هنا العجينه ديالي من بعد ما اختمرت البنات راح نحطوها في طاوله العمل، ونبدا نقسمها دي بول هكذا، يعني شويه كبار شويه صغار هكذا، لانه المول هذاك الابيض شويه كبير لازم يكون لابول ديالو كبيره. شوفوا العجينه البنات كي تلقاوها هكذا متقوبه، يعني تجيكم متقوبه لداخل، تعرفوا باللي العجينه تاعكم ناجحه 100%، يعني تجيكم ما شاء الله. هنا في اللوحه ديالي رشيت هكذا شويه فرينه، ونحط لي بول ديالي فوق الفرينه ديالي، ونغطيها ونخليها شويه ترتاح ما بين نوجد الحشو ديالي قدامي ونوجد ثاني ليمول تاعي قدامي، يعني كلش راح نوجدو ونسحقو ثاني الفخوماج غابي. ربيت الفخوماج ديالي ووجدتو هكذا، يعني هذه كطرق دائما نعتمدو عليها كي نخدمو في المطبخ هكذا باش تجيكم الخدمه تاعكم سهله. هنا دهنت ماشي دهنت رشيت رشيت ليمول ديالي بالفرينه هكذا باش كي ندير لي سوفلي تاعي ما رايحاش يلصقو معايا. فوالا كما كنتو تشوفوا خديت امبول هكذا ونحلوها بالفرينه، يعني نحلوها نسيو كيفاش نحلوها شويه رقيقه، من بعد قطعوها على زوج ونحطوها فوق المول تاعنا، نحاولوا كيفاش نغطيو كامل المول ديالنا، يعني الموتيف هذاك تاع المول لازم نغطيوه مليح. من بعد في الجهه نحطوا الحشو، وفي الجهه واحده اخرى نحطوا يعني الفخوماج، من بعد راح نغلقه
بهذه الطريقه نعبزوا عليه مليح ونحط يعني نحيو الزوائد تاع العجينه. يعني بهذه الطريقه هذا ك يعني الشكل الاول تاع القلب يعني يجيكم ما شاء الله. يعني نتوما البنات تقدروا تعوضوا هذه العجينه بعجينه المورقه اللي هي لا بات فيتي ولا لا بات بريزي، تقدروا ديروها بهذا الليمون. يعني سورتو لا بات بريزي البنات راح يجيكم المول ديالكم مطبوع، يعني يجيكم بزاف شباب لانها ما عندهاش الخميره، وهادو العجائن اللي عندهم الخميره يتنحلهم هكذا شويه الشكل بصح يجيكم تاني شابين. فوالا البنات هنا الشكل الاول هو القلب والشكل الثاني هي الوريده. درت نفس الشيء، حليت العجينه شويه رقيقه، من بعد درتهم هكذا في الموتيف ديالي وعمرت الجهه بالحشو والجهه بالجبن ونتحصلوا على هاد النتيجه، يعني تجيكم تاني بزاف شابه. فوالا هذه كوريده بهذه الطريقه، وجربتهم يعني كامل هكذا باش تشوفوهم كامل، لي حاجه اللي تعجبكم تشروها. وجاتني فكره يعني البنات كي كنت نخدم هنا في هادو لي سوفلي، قلت لي ما عندهاش تشري هادو لي مول ولا ما عندهاش هادو لي مول في البيت، تقدر ديري بلي مول تاع الصابلي اللي نطبعوا بها الحلوى تاع الصابلي، يعني ديروا هادو لي سوفلي يعني تجيكم تاني بزاف شابين وهايلين. فوالا هنا هذا الشكل الكبير خلاص فيهم، هذاك الابيض الكبير. وجربت معكم تاني هذا الصغير خلاص، هذا صغير البنات بزاف شباب، يعني يجيكم هكذا راقي صغير هكذا شباب، يعني سورتو كمملحات اللي نقدروا نديروها لاعياد الميلاد ولا المناسبه هكذا تكون خفيفه، يعني تقدروا ديروا هادو صغار خلاص. يعني شوفوا كيفاش يجيكم بزاف بزاف شابين. فوالا البنات من بعد ما كملت لي سوفلي ديالي حطيتهم هكذا بابي كويسون داخل السنيوه وندهنوهم بصفر البيض شويه ملح، ندهنو لي سوفلي تاعنا من الفوق بهذه الطريقه. من بعد ريحه يعني نرشمهم هكذا بالفرشيطه هكذا كتزيين بسيط برك، هكذا خطوط ريحه نديرهم بلا فرشيط باش تجيكم يعني بشكل بزاف شباب. فوالا من بعد نخليهم يختمروا البنات حوالي 10 دقائق ولا اكثر، يعني غير 10 دقائق، ونسخنوا مليح الفرن ديالنا على درجه الحراره 180 درجه وندخلوهم يطيبوا ونتحصلوا على هذه النتيجه الرائعه، تجيكم بزاف بزاف شابين وبنان وهايلين. ان شاء الله البنات راح تجربوهم وتردوا لي بالخبر، لانهم بزاف بزاف هايلين سورتو سورتو للرمضان، يعني تعوضوا البراك بهاد لي سوفلي. يعني كما قلت لكم البنات ماشي شرط تشرو لي مول، انا اعطيت لكم فكره برك هكذا ولا حبيتوا تشروهم، يعني رخاص ما راهمش غاليين ويتباعوا في كل المحلات، يعني وين تروحوا رايحه تلقاوهم وتلقاو اشكال وانواع ماشي غير هادو، يعني تلقاو اشكال وانواع. ان شاء الله راح تجربوهم حبيباتي ويعجبكم وردوا لي بالخبر، يعني هادو لي سوفلي البنات يستاهلوا تجربوهم. شوفوا البنات يجيكم هكذا فارغين من الداخل، غير الحشو اللي رايحه تلقاو الداخل ما رايحاش تلقاو العجينه، يجيكم ما شاء الله. يعني ان شاء الله حبيباتي الوصفه لينا اليوم تنال رضاكم وتعجبكم، ولعجبكم لا فيديو لينا اليوم بارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء هكذا باش تعم الفائده، وما تنسونيش في تعليقاتكم الرائعه اللي نموت عليها، ونشكركم بزاف عليهم على تعليقاتكم اللي تشجعني وتحفزني. والى الملتقى مع فيديوهات حد اخرين ان شاء الله. سلام.